الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فموضوعنا اليوم التوكل على الله. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، إلى آخر الآية التالية. الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود، أرسله أبو سفيان مع بعض المشركين ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد جمع لك الجموع وسيرجع إلى المدينة ليستأصلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الغزوة تسمى حمراء الأسد. بعد غزوة أحد وقتل من المسلمين 70 وضاع منهم النصر بعد أن انتصروا، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعدوا ولا يتركوا أسلحتهم، بل يحملون أسلحتهم ويتجهون جهة مكة. فأطاعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا، وكان الجرحى يحملهم إخوانهم، حتى الجرحى خرجوا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصلوا حمراء الأسد عندما قال نعيم بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم، أي أبو سفيان جمع الجموع وراجع عندكم إلى المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله تبارك وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا أود أن ألفت النظر إلى أن حسبنا الله ونعم الوكيل مع اتخاذ الأسباب. ونجلس عن الجهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جلس في المدينة وقال حسبنا الله ونعم الوكيل حتى يرجع إليه أبو سفيان، بل تبعه. وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمر المسلمين أن يتفرقوا مساء ويشعل كل واحد منهم نارا، فمن نظر من بعيد وجد كأن جيشا عظيما يشعل النيران تضيء منه البادية. فأوصلوا الأخبار إلى أبي سفيان: إن محمدا قد عاد إلى المدينة وجمع الجموع وهو يتبعكم. فخاف أبو سفيان وتابع طريقه إلى مكة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حمراء الأسد 3 أيام، باعوا واشتروا وربحوا التجارة يعني، وعادوا. وهذا ما تشير إليه الآية: قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن تدل الآية على أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان ضعيف لما يسمع العداء جاءوا يخاف ويرتجف ويظن أنه لن يموت. ما في أحد ما بده يموت، إذا كان ما انتهى أجله لن يموت، ولو كان الرصاص من فوقه أو من تحته لا يصيبه. وإذا كان انتهى أجله سيموت وهو في بروجة مشيدة بالجص. فالمؤمن يزداد إيمان، يعلم أن أهل الكفر والباطل الذين يزعمون أنهم لا دين لهم لا يرضون أبدا بوجود وبقاء المسلمين يطيعون الله تبارك وتعالى، لأن المسلمين إذا أطاعوا الله من الذي سيستعبدونه ويتسلطون عليه؟ ولهذا يعملون كل جهدهم من أجل أن يتسلطوا على المسلمين. والمؤمن يتخذ الأسباب ويعتصم بالله ويتوكل عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار. جاءه جبريل عليه السلام فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال إبراهيم لجبريل عليه السلام: أما لك فلا، وأما لله فحسبي الله ونعم الوكيل.
فأمر الله تبارك وتعالى النار ألا تؤذيه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبعا أرادوا به كيدا ليقتلوه حرقا، ولكنهم هم الخاسرون، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل وخلق النار تحرق فيجعلها لا تحرق بإذنه تعالى. وأيضا إذا كلام ابن عباس يقول قالها إبراهيم عندما ألقي في النار وقال له جبريل ألك من حاجة؟ قال لا، أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. وابن عباس يقول تتمة كلامه وقالها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس أي الذي جاء يخبره ويخوفه من أبي سفيان، إن الناس أي أبو سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلم يتراجع ولم يجبنوا بل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حصل نتيجة ذلك؟ نتيجة ثباتهم وعدم خوفهم ورجوعهم، فانقلبوا بنعمة من الله، انقلبوا عادوا إلى المدينة من حمراء الأسد بنعمة من الله، نعمة عظيمة. عادوا مصحوبين بأربعة أشياء، أولها نعمة الله تبارك وتعالى عليهم إذ خذل أعداءهم فجبنوا ولم يعودوا إليهم وقذف في قلوبهم الرعب. الناحية الثالثة فضل معنوي وربح مادي، فتاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المنطقة وباعوا واشتروا وربحوا ربحا ماديا. ثالث أمر عادوا به أن عادوا سالمين، ما لم يصبهم أذى ولا مكروه، لم يمسسهم كما أخبرت الآية في آخرها لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله له الفضل العظيم عليهم، أسبغه عليهم. ولذلك جاءت الآية التالية بعدها إنما ذلكم الشيطان، أي الشيطان الإنسي الذي أرسله أبو سفيان يخوفكم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أنصاره وأتباعه. أما المؤمن فلا يخاف عندما يخبره شيطان الإنس بشيء ليخوفه، يزداد إيمان ويستبسل ويعزم على أن يكون مع الله ورسوله في نصرة دينه. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، أي لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني الله القائل وخافوني إن كنتم مؤمنين، أما إن كنتم غير مؤمنين فستخافون من أهل الباطل وستستكينون إليهم وتظنون أن بذلك تحقنون دماءكم. لا لا، لن يحقن دماءكم بل سيزداد في آذاكم، ولكن ببطء بأساليب خبيثة كما كان يفعل سابقا. كم من الشباب في بلاد الشام ذهبوا ولم يعودوا والناس لا تدري، يؤخذ ولا يرجع إلى بيته. لماذا؟ لأنه قال كلمة لا تعجب أهل الطغيان والطاغوت الفراعنة المتسلطين. فالمؤمن لا يرضى بالذل ويطمع دائما بالحرية ويسعى إليها كما أمر الله ويتوكل على الله ويستمسك بحبله المتين، والحمد لله رب العالمين.